هو فعلا مؤكد، لأن وزير الخارجية روسيا الحالي لما سئل بعد التمرد ما هو مصير قوات فاغنر الموجودة في الساحل، قال بأن ذلك يتوقف على الدول الإفريقية المعنية، هي التي تحدد كيف تتعامل معها. والشيء الأكيد بأن هم يعترفون بها، ودولة وسط أفريقيا تعترف أيضا بأن فيها قوات فاغنر، الروس تعترف بأن لديها قوات فاغنر في مالي، أما الماليون فلا يعترفون بها، يقولون بأن ولا هو السؤال الماليون ولكن سنة الخلق أقلام الحق، ما جميع الناس غير الماليين يقولون بأن حتى الموريتانيين الموجودين على الحدود والذين تعرضوا للاختطاف وللقتل ذكروا بأنها ربما تكون هي فاغنر كانوا مع القوات قبل يعني أن